طيب لما تحدث الأزمة إيش ممكن أستفيد منها؟ الأزمات لها فوائد، منها إنك أولاً لابد أن تشكر الله عز وجل أن أزمة جاءتك في جزء من حياتك مش في كل حياتك، بمعنى جاءتك في مالك لكن دينك لا زال زي ما هو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائماً يدعو اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، فدينك ما راح، لا زال دينك موجود، أولادك موجودين، زوجتك موجودة، عملك موجود. إيش المصيبة؟ حصلت فين الكارثة؟ حصلت فين الأزمة؟ في مالك يعوض، لكن الدين لا يعوض. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية أن ربما كان البلاء الذي أنت فيه ربما كان الله عز وجل قادر على أن يضاعف لك، فبدل ما كنت هتخسر المبلغ ده كان ممكن تخسر ثروتك كلها، بدل ما كنت هتخسر وظيفتك كنت هتخسر 2 من أولادك، فالله عز وجل كان قادر أن يضاعف لك البلاء. الله عز وجل كان رحيم بيك فجعلك تعمل حادثة بالسيارة بس تمام، كان ممكن يخليك تفقد حياتك لكن أنت فقدت سيارتك. هذه من الفوائد اللي أنت ممكن تستفيدها. أيضا من الفوائد اللي ممكن تستفيدها إنك تبدأ تشعر بنوع من الاطمئنان والرضا والصبر، الحمد لله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. هذا الكلام في المصيبة يزيد من حسناتك، فيكون عندك نوع من عدم التسخط وإنما نوع من الرضا، الرضا لله عز وجل بما فعله، وإن الله عز وجل عمل الشيء اللي هو يريد ينبهك. الناس اليوم في غفلة فتأتي هذه المصائب فتذكرها، لما يجي أتوك يقول لك فلان توفى، فأنت لما تروح تعزي وتشوف الناس جالسين في العزاء فهو موقف صحيح موقف محزن، وخصوصا لما تروح للدفن وتشوفه وهو يدفن فأنت تبدأ تتعظ، تبدأ تعرف أن الدنيا تهون وأنه الأشياء اللي أنت فيها في نعمة وأنك عاجلا أم عاجلا ستغادرها. أيضا تبدأ تقول لنفسك الحمد لله أني لم أحرم الدعاء. بعض الناس في الأزمات ينسى، تنسى عليه، فيجيله انهيار عصبي أو صدمة أو كذا أو ضغط فيموت. أنت لم تحرم الدعاء، أنت لا زال لسانك شغال، لسانك قاعد تدعو الله الحمد لله اللهم لك الحمد. هذا اللسان اللي شغال بالذكر وبالدعاء نعمة من الله عز وجل. أيضا أنني لم أحرم الأجر، طول ما أنا صابر لن أحرم الأجر، طول ما أنا قاعد صابر لله عز وجل هذا الصبر الحسنات شغالة فيه. وأيضا أنها هذه المصيبة وهذه الكارثة لم تحدث لك في الآخرة وإنما حدث لك في الدنيا. فلذلك في الأزمات أنت تستشعر النعمة اللي أنت كنت فيها وتبدأ تدعو الله عز وجل إنه فعلا يعني يصبرك في الأزمة التي أنت فيها، لأن الأزمة تبدأ كبيرة ثم تصغر هكذا. لذلك هذا ما يعني أردنا إن إحنا نتحدث عنه. ولذلك قالوا لو كان هناك شيء يرد القدر لكان الدعاء. لذلك أنا أطلب منكم أنكم تكثروا من دعائكم لله عز وجل، وإنه مهما حدث لكم في الدنيا من أزمات سواء مالية سواء نفسية سواء صحية سواء اجتماعية وظائفية أسرية اللي يكون، يعرف أنه هذا مقدر لك من الله عز وجل، لم يكن ليخطئك، لكن الله عز وجل ما يريدك تتعذب في الآخرة، فأراد أن يخفف عنك، أراد أن يرفع من درجتك، فأصابك بهذه الأزمة حتى تكون صبور وتأخذ درجات وحسنات أفضل بكثير من أنك أنت تعذب بها في جهنم والعياذ بالله أو في الآخرة. أقول لك في حاجة هتحصل لك، إما أن الله عز وجل يريد أن يسمع دعائك فيرفع من مرتبتك في الدنيا، أو في هناك مصيبة كارثة كانت تحصل لك فبدعائك هذا خلى الكارثة تبتعد عنك، أو أنه أخذ لك هذه الدعوة يوم القيامة يعطيك هي. لذلك يقولون يوم القيامة الإنسان لما يشوف الدعوات اللي ما استجيبت له في الدنيا الخير اللي يجيله في الآخرة يقول يا رب يا ريتك ما استجبت لي ولا دعوة في الدنيا وخلت لي هي كلها في الآخرة. الأزمات خير نستفيد منها، نتعلمها، لا نتهيبها، نشكر الله عز وجل على أنه وهبنا الدعاء لها، لكن هذه هي طبيعة الحياة اللي بنعيشها. أتمنى لكم حياة سعيدة خالية من الأزمات بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.